استاذ حسام. هاي يا فندم، معاك يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي يا استاذ حسام؟ ازيك يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يخليك. اولا انت معاك النهارده رمز حقيقي، عارف يعني ايه رمز حقيقي؟ من نادي الزمالك، يعني رمز زملكاوي، يعني ده اللي يتقال عليه رمز. ربنا يخليك يا استاذ، اللي يتقال عليه رمز كابتن محمد صلاح. ربنا يخليك يا استاذ النادي. لا 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 لا، ما هو ربنا يخليني، انا بقول كلام حقيقي مع جمهور الزمالك. انا بقى بص سيادتك، انا داخل المداخله دي عشان خاطر سيادتك، عشان خاطرك يا كابتن محمد صلاح، وهعرض عليك حاجات بعد اذنك الاستاذ احمد الشريف، يدي الواحد زملكاوي نفسيته نفسيا تعبان، هعرض عليك حاجات ولازم ترد عليا. ماشي يا كابتن محمد؟ اتفضل 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 يا استاذ حسام. ماشي، بعد اذنك يا استاذ احمد، اديني وقت، لان انا طب حضرتك رحبت بالكابتن سعيد عبد العزيز؟ اه طبعا طبعا طبعا، الكابتن سعيد ده كان سعيد لي واقعه جامده، وبرضه هقول عليها لانه هو كان ماضي للزمالك وبعدين سابه وراح الاهلي. الكابتن تامر عبد الحكيم طبعا، مش انا ما بنساش، والكابتن عبد الحكيم طبعا، الكابتن تامر كلهم. انا راجل قديم شويه، تامر عبد الحكيم. كابتن محمد، اولا اقول لسيادتك حاجه، انا لما بخش يعني ادخل مداخله عمري ما بغلط في حد، واي واحد انا بجيب سيرته بيبقى ليه كل الاحترام. اولا يوم الثلاث في برنامج كره بلدهم، مش بلدنا احنا، هي اسمها كره بلدنا لكن هي كره بلدهم هم، ده الاستاذ عبد الناصر زيدان، يرضيك يا كابتن محمد نادي الزمالك يبقى ترياقه كده ببرنامج رياضي؟ يرضيك يا كابتن اللي احنا وصلنا له ده؟ ويرضيك اعلام يتقال اتنين بيره سخنه وكباب وبتاع؟ ارجع للحلقه بتاع يوم الثلاث هتشوف. انا بس سؤال للكابتن للاستاذ عبد يا استاذ حسام، استاذ حسام بعد اذنك، مع احترامنا طبعا استاذ عبد الناصر ده راجل قريب وبلدياتي. يا فندم احنا ما غلطناش، لا لا لا، هو قال كده فعلا على الهواء؟ ايوه يا فندم، الحلقه مسجله يا فندم، هاتها وشوف. ترياقه، حاطين نادي الزمالك في وسطهم، نادي الزمالك بقى ترياقه البرامج يا استاذ احمد. هات الحلقه وشوفها، هات الحلقه. ودخل معاه الكابتن الكبير اللي لعب في نادي الزمالك كابتن ابراهيم حسن، وبدا يتفق هو والاستاذ احمد سليمان على هوا كل الكلام ده، يجمعوا نفسهم اللي سيادة المستشار عمل وغلط فيهم وبتاعوا، يروحوا للنائب العام وهاجموا مجلس النواب. كابتن ابراهيم حسن هاجم مجلس النواب، هاتوا الحلقه، وقالوا بيحطوا القضايا في الدرج وبيخدموا بعضهم. انا مش عايز، انا كل يوم ليهم احترام، انا بس نادي الزمالك يبقى تريقه كده. وبعدين انا كابتن ابراهيم حسن لعب في نادي الزمالك، عايز اقول له حاجه يا كابتن ابراهيم، الكابتن صلاح سليم وقفك ليه في المغرب؟ يا كابتن ابراهيم اخوك ضرب امين شرطه في مسجد الملعب. يا كابتن ابراهيم انت طلعت على طارق يحيى الكابتن الكبير. يا استاذ حسام، استاذ حسام، احنا مش عايزين نتطرق يا استاذ حسام بعد اذنك، بعد اذنك معلش، عشان مش عايزين نتطرق للحاجات دي، احنا عايزين نتكلم ماشي في حاجه مشكله عايز تحلها في الزمالك، عايز تقول رايك. مع احترامنا طبعا للكابتن ابراهيم انت برنامج وسياده العميد احمد سليمان، الناس كلها موقفه دماغنا من فوق، كلهم على دماغنا من فوق. سيادتك برنامجك يتوقف على مجرد سياده المستشار دخل عندك، كل البرامج دي ما توقفتش ليه؟ لكن عشان انت زملكاوي. كابتن خالد الغندور كل قناه راح يمشي منها عشان زملكاوي، احمد الطيب بطل تعليق عشان زملكاوي، كل الناس عارفه الكلام ده وبنحط دماغنا في الرمل. كل الكلام ده انا بس بيطلع مني حاجه واحده بس، انا عايز اقول حاجه واحده بس، احنا بنعتذر، احنا كجمهور الزمالك بنعتذر للناس كلها، لازم الكابتن محمد صلاح يرد عليا، بنعتذر للناس كلها، خلاص اتعلمنا الدرس، اتعلمنا كل حاجه، بنعتذر للكابتن مدحت شلبي اللي قال انا ما علقش على ماتش الزمالك عشان فرق بينه وبين الاهلي 21 بونت. اتفضل يا كابتن، الزمالك بقى ايه؟ امبارح مسجله الحلقه بتاعته مسجله الاخيره، واخد بال سيادتك ازاي؟ انا بقول لسيادتك احنا بنعتذر للناس كلها، بنعتذر للوزير خالد عبد العزيز، هنتغلب بعد كده يا سياده الوزير، مش هنكسب تاني عشان الامن يجيب تقارير حلوه والجمهور يبقى حلو، هنعتذر ليك لسيادتك، هنعتذر لمعالي رئيس الوزراء، مش هناخد لعيب من الاهلي تاني خالص، حرمنا، تبنا 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 خلاص، مش هناخد عبد الله السعيد ولا هناخد، احنا كجماهير الزمالك كفايه اعتذارات بقى، كفايه خلاص. احنا بنعتذر للناس دي كلها، حقكم علينا، احنا غلطانين، احنا مش خلاص مش هناخد لعيبه تاني، هنرجع زي زمان لما اتاخد مننا سعيد عبد العزيز، سعيد اللي قاعد جنبك ده اتاخد مننا وكان ماضي للزمالك، وجده كان جاي من بطوله افريقيا اتاخد مننا، واسمه سامي قمصان، سامي قمصان، وياما ياما لعيبه 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 كتيره جدا اتخذنا. هنرجع زي زمان، هنتغلب كل الماتشات عشان الناس تبقى فرحانه، احنا بنعتذر لكم بس تسيبوا نادي الزمالك. انا بنعتذر ليك يا احمد يا شناوي، نادي الزمالك اللي فيه 200 مليون جنيه مش لاقي عالجك، بنعتذر لك، هنجيب لك تمرجي يحط لك ميكروكروم على رجلك. حقك علينا يا كابتن احمد، مش قادرين، مش قادرين نعالجك، معانا 200 مليون جنيه ومش قادرين نعالجك، مش قادرين نطلع لك فلوس. بنعتذر لك يا كابتن احمد، احنا جماهير الزمالك، هنجيب تمرجي يحط لك ميكروكروم، خلاص
مش هنوديك المانيا ولا حاجه ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. بنعتذر للناس كلها، بنعتذر لالتراس وايت نايت والتراس الاهلي، مش انتوا اللي حرقتوا اتحاد الكوره، مش انتوا اللي ولعتوا في نادي الشرطه، مرتضى منصور اللي ولع فيهم. بنعتذر، بص هنموت احمد الشريف وهنموت خالد الغندور وهنموت كل الزملكاويه. لا انا لا ما ينفعش الصعيد ياخدوا حقنا. لا يا فندم عشان الناس تستريح. شكرا استاذ حسام، شكرا شكرا جدا، ده عايز يموتني.